مع المسيح صرت أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هذا هو اليوم الذي سنحضر ونفرح ونبتهج به. سمعنا الخدمة الأولانية عن مؤمن حامل بحضور الله، طالما المسيح جوايا يبقى لازم أكون حامل بحضور الله، ما خبطش ما لخبطش. واليوم أو الخدمة الثانية مؤمن حامل لسلطان الله، مؤمن حامل الخدمة الثالثة لقوة الله. دي امتيازات رائعة ربنا ادهالنا، لكن كمان احنا علينا شغل. مش نعمل كل الامتيازات ديت، احنا عندنا شغل كبير خالص لازم نعمله. الخدمة بتاعت النهاردة مؤمن حامل، مؤمن ليه رسالة، ليه هدف. بدون هدف بدون رؤية مبياش معاش. لازم يكون عندك هدف. انت جيت المؤتمر ده ليه؟ انا ما كانش ليا فرصة امشي على المية الحلوة دي، لكن انا ببص من فوق منظر رائع ان شاء الله ربنا يديني وقت ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. هل الهدف انك تيجي علشان قبل ما الشتاء تيجي تتمتع بالطبيعة والجو والمية اللذيذة الحلوة دي؟ هل هدفك تاخد نكلة جديدة في حياتك؟ انطلاقة جديدة لخدمتك الجاية؟ رسالة جديدة تطلع بيها من المؤتمر دوت وتنزل واحنا بنواجه العالم من بكرة بعد الظهر، وهنشوف العالم ونرجع تاني للعالم، هيكون ايه دورك بخدمتك ورسالتك؟ يا ترى ايه الهدف اللي جواك؟ الرسالة اللي جواك؟ بيشرفني فهنسمع بعد شوية فيديو عن هدف ربنا حاطه جوايا نتيجة الحاح وشعور وصلاة وطلب من بنتي سوزانا، وتنفذ الهدف وتشوف الهدف. لما تصغر هدفك هتاخد الهدف الصغير، لما تكبر هدفك هتاخد الهدف الكبير. الله لا يعامل ثقتنا في أن يخزينا أبدا. بلاقى الأطفال عندنا في سوزانا الأولاد الصغيرين، في بنت وبنتين إخوات أمهم ست ربنا يسامحها، راحت كفرة عليهم الباب، فتحت الغاز، ساب جوزها في الشغل بتاعه وسافرت مع عشيق خارج السعودية. بعد شوية الناس شافوا ريحة غاز، كسروا الباب، طلبوا الإسعاف. جو البنتين الحلوين دول ما كانش في حاجة غير أبوهم يجيبوا عندنا. ولقب البنتين دول 4 سنين وست سنين. ولقب حياتهم ودنيتهم. أول ما جم كانوا مخنوقين، كانوا بيموتوا، كانوا متضايقين، كانوا كل شوية يتكلموا على الحدث البشع اللي حصل، عن قصة التعذيب اللي كانت بتحصل في البيت، قصة صعبة. بعد شوية بدينا نهديهم نفسيا ونعالجهم مع بعض ونطبق عليهم ونكسبهم، وسكنت الدنيا اتغيرت. بدون الأسماء الحقيقية سميت واحدة منهم ندى. بتكلم عن ندى اللي هي 4 سنين او 3 سنين ونص. بقول لها عاوزه ايه يا ندى؟ كتير خالص ما بتردش عليا. لكن لما بتابع بتجيب تفوت في وش اللي بيمسح وشه، تعملها ديب وتطبطب عليه. بتروح تلبس الشوز بتاع المشرفه بتاعتها. وتقول لي انا عاوز اكبر الشوز بتاع المشرفه كبير. وهي الشوز بتاع صغير. فتحط رجليها جوه الشوز بتاع المشرفة وتمشي وتطبطب على البيبي الفوطة اللي عاملاها. جبت لها عروسة. فرحانة العروسة دي كأني جبت لها $1,000,000. فرحانة عروسة حياتها. وتقعد كل شوية تطلع فيها وتطبطب عليها. هدفك ايه؟ انت عاوزة ايه؟ عاوزة اكبر اجيب بيبي، بس انا هخلي بالي عشان اعوضه. هدف. الكتاب الثاني ليها هدف. الاطفال عندنا كل واحد بلاقي ليه دور، ليه فكر، ليه هدف. طب الصغيرين
الناس اللي على مستوى العالم تبص تلاقي واحد يجيب مسطره كبيره لحرف تي بتاعت الهندسه دي ويرسم يرسم 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 يعمل مشروع يعمل مدينه يعمل بيت يعمل هدف. ممكن هو صغير عايز يبقى مهندس ليه؟ لو عندك لو في حد دكتور بس ده بيجيب دايما حاطط السماعه فيه زي ما حاطين السماعه دي. بص هدف اصل دي اعظم زي بابا. البنوته الصغيره تمسك الوش والمكياج وتعمل زي ماما. هدف. كل واحد في الدنيا عنده هدف. انا عايز اسال سؤال. الرب اداك امتيازات، انت طالما المسيح جواك انت بتحمل حضور الله، بتحمل سلطان الله، بتحمل قوه الله. لكن يا ترى ايه الهدف بتاعك وايه السبب اللي بتدور عليه؟ بعد ما نطلع من المؤتمر دوت قول يا رب حطني على الخط المظبوط. اوعى تجيب فرح كويس كبير وتجيب مسطره في كل جلسه في حياتك هندسيا وتقول يا رب انا عاوز اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا بس يكون عندك هدف. لكن حط خريطه حياتك باذن الله. وانا عايز اسال سؤال قبل ما نسمع كلام الله، اين انت على خريطه الله؟ انت وضعك ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ انت عاوز ايه؟ هل يا ترى قبل ما اجي المؤتمر انا كنت في وقت وبعد ما اروح من المؤتمر هستمر في نفس الوقت وبخساره الاربع ايام اللي ضاع مني؟ لكن الايمان متطلع من هنا تطلع من هنا بهدف. هتطلع من هنا وانت شايل رساله على كتفك. قول معايا ليه؟ خلينا نقرا مع بعض آية واحدة من كلمة الرب موجودة في أفسس 2 أفسس 2 وعدد 10. ممكن هي واحدة ممكن نقرا في الغنى أفسس 2:10 لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع. ايه لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمل مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. تفضل. لو انا منتظر انك تتكلم بيا مع اخواتي دلوقتي. انا مصدق ان في رساله واضحه جدا ومعتاده جدا منك وبشكرك ان في كلام السماء هي بجد دلوقتي. بشكرك يا رب لاني انت بتحط جوانا خط رساله هدف. اشكرك لان احنا عملك صنعت اليك. اشكرك لاننا قادرون على امتلاكك. أعظمك لأني بالإيمان سوفر أعظم أيها السيد لأنك ستتكلم بيننا به في اسم المسيح. النظارة دي مكتوب عليها ميد إن والبدلة اللي مكتوب عليها ميد إن والميكروفون اللي مكتوب عليه ميد إن والكرافتة دي واللبس اللي احنا لابسينه أي نوع لازم يتكتب ميد إن والا بقينا احنا ضيعنا المواصفات الدوليه والقانونيه وندخل في سكه ثانيه ان احنا بنعمل شغل بالباطل. انا عايز اسالك سؤال، انت ميت ايه؟ الله يسوع. الايه بتقول احنا عمل عمل. في يعني عمل؟ يعني صمت. احنا العمل بتاعنا، احنا صمت. فنان مبدع قاعد يفنن ويصنع ويخلق. يمكن الجزء الاخير اللي قلناه بقى بس انا بس حته اني وهو بيصنعني ميزني العين بتاعتي بتشوف 36 مليون صوره مميزه. الصوت بتاعي واللمسات بتاعتي في 17 مليون لمسه وفكره. شريحه الدي ان ايه البصمه الوراثيه
مختلفة وما ينفعش يكون اثنين زي بعض في العالم كله إلا لما تكون الشريحة مطابقة. زوج وزوجة بتحدد النسب. امتياز رهيب. لما رب خلق آدم عمل له أحلى فيلا في الوجود. الفيلا اللي عملها آدم كان فيها حديقة حيوانات، يمكن هتشوفوا بعد شوية حتة بسيطة خالص من حديقة الحيوانات اللي عملها. أفخم حديقة حيوانات على مستوى التاريخ. وفي حديقة الحيوانات عمل له قفص عصافير، صح؟ ما كانش محتاج. لأنه الطيور حواليه عمالة تزغرط وتهلل زي ما انت كنت بتزغرط انت شوية. فرحان. الفيلا بتاعته ما كانش فيها ستاير. لأن الستاير بتتغير مع نفسها أول بأول. طبيعة ده. المنظر العام يجنن. ما كانش عنده شاشة. مش عارف ليه، ما كانش سمعت إن في أكبر شاشة في العالم، حاجة ضخمة جدا. ما كانش عنده شاشة تلفزيون زي كده. لأن عنده الطبيعة قدام والمنظر قدام. وآدم كان متغاظ. كل يوم الصبح يلاقي الفيل بيتكلم مع مراته، والغزال بيتكلم مع مراته، والنعام بيتكلم مع مراته، والقرد بيتكلم مع مراته، والحمار بيتكلم مع كله، بيتكلم مع كله وهو ملوش مراد. فسأل عن نفسه ووضع رب الإله سباتا على آدم فنام. خد ضلع، طبعا الكلام ده عارفين كلكم في الهزار والأفراح. خد ضلع من الوسط، ما خدهاش ليه من رجليه، عضه من رجليه أو عضه من راسه. لو خدها من رجليه هيبوس عليها، ولو خدها من راسه هتتسيد عليه. لما خدها من النص جاية مظبوط جنب قلبه، لقلبي اليمين عارفين ليه؟ عشان الشمال عمرها مش عارفين. يعني خدها من النص. ودايما لما يجوا لي اثنين عرسان عاوزين يتجوزوا يقول لي لك انا اخترت دي، انا اخترت دي، وهي كل انا اخترت دي كلمه تختار صليته. لازم الضلع تكون مظبوطه. ابو الله ما حدش هيعرف ينص عليها. لو طويله الضلع شويه هتشك، ولو صغيره هتشك. لازم تكون مظبوطه. فالضلع لازم تكون مظبوطه. ورب خلانا حاجه ما حصلتش. واستيقظ آدم ورأى أمامه عروسه البكر الجميلة حواء. وأول ما شاف شكلها اندهش وقال هذه الآن عظم الأعظام من لحم من لحم. هذه امرأة لأنها من قليل وخزرت. وضاعت الأيام وضاعت الدنيا وانقلبت الدنيا. هدريكم على بعض دلوقتي. في بعض الشر، مين السبب؟ آدم ولا حواء؟ نعمة ربنا من تعالى. الشيطان. قال انا عارف ان الشيطان حرام عليكم. نعم. الناس بيقولوا ادم، والناس بيقولوا حواء، والناس بيقولوا الاثنين، والناس بيقولوا الحيه، والناس بيقولوا حي فكر صح. كلام كله مظبوط. هي السبب حواء. والناس اللي بيزعل منه انت السبب، كنت فين؟ صدقوني مظلوم. اخ أول مرة في عمري أقول كلام زي كده. آدم السبب، حواء السبب، الحاجة السبب. اشتركوا هما الاثنين مع بعض. على فكرة لما سمع في الوصية في الأول وأنا أتكلم آدم، كان آدم المفروض يقولها، بس كان جاب له الفرفر ساعتها، وكان الراجل يعني كده معجب بعروسته، خد كل جلاليات. فكان وآخرتها كان. فمين السبب؟ مش هنتكلم دلوقتي، مش هنبقى ضيق عادي نعرف مين السبب. لكن الله خلق ادم على مقياس معين، على وضع معين. هو بيخلق ادم خلق فيه تميز. الناس اللي بتتكلم على المثليه، الحيوانات ما بتعملش اللي بيعملوه المثليين للاسف، لكن ده الواقع. خلق ذكر وانثى. وما جمع الله ذكر وانثى. هذه مرات ابليس
زي ما قلت لكم من كام يوم، هدف ان يكسر يد الفقر والمسيح الاقصى للكنيسه الكاثوليكيه، او يكسر البيت بكل الطرق. ومرات احنا بنتبنى تدخل بدور ان البيت يتكسر، واحد كده يطلع في عيله شط يضيع الدنيا. يا رب سلام، احنا بيتنا يا رب، احنا عيالنا يا رب، كلها بحكمه صنعت يا رب. رب يغنينا النهارده. رب عاوز يوصلنا، عشان عاوز اتكلم بكل سرعه عشان نشوف حته الفيلم. احنا معانا الساعه 12 كان ممتاز جدا، وبعد شو زاد اي حد يشيل من الاخبار عنه. مؤمن ليه هدف. هتكلم عن خمس نوعيات او خمس اشخاص. واحد هدفه كله يتمتع بغناء بغنى رب. تاني يعيش في رضا. تالت في شركه معاه. رابع يتمتع بسماء. خامس انا او انت، ايه هدفك؟ اربعه وانا الخامس، انت الخامس، ايه هدفك؟ واحد مؤمن يتمتع بغناء. في يوم من الايام هو انسان بسيط زيي كده، يعني بيتحت زي حياتي، وعنده نظرة في حرف الراء وانا في الراء، هو يمكن زيي فكلمه على كده. وبعدين الرب بيدعيني، قال له انا بكتب استجابتي، انا ما ينفعش ادخل خدمتي لان انا ثقيل الاسلام. يوم الاثنين ليس عندي كلام، لا من امس او اول امس، يعني ما عنديش كلام، ما ينفعش اقول ايه؟ لساني الدين وانا على جديه، لست صاحب كلام. الرب جاب كلمه، على فكره اول ما تروحوا بيتكم تطلعوا الايه دي، خروج 14 وتكتبوها في بيتكم، حطوا تحتيها كل حاجه انت عاوز تقولها. عندك مشكله اكتب المشكله وحط تحتيها خروج 14. عارفين الرب قال له ايه؟ انا هو انا الرب. النهارده الرب بيتكلم، كل واحد فشلان وتعبان وعنده مشكله، حط مشكلتك ورب يكتب لك تحتيها انا هو انا الرب. امين. وانت مش عارف انا مين؟ لا يا بنتي مش عارفه انا مين؟ هتصعب عليا المشكله. لا في حاجه تعبتني؟ ده هو ده. الرب مش هيسيبك، مش هيضحي بيكي. انا هو انا والرب. طيب عاوز ايه يا رب؟ قال له انزل اشتغل، استجابتك مرفوضه. وعمل مقارنه بين اكبر منصب اجتماعي على مستوى تاريخ البشريه. مقارنه ما بين يذل مع شعب الله وكل خزائن مصر. اكبر مقارنه في تاريخ البشريه ما بين كل غنى مصر. مصر مليانه مليانه وخير كتير، بس وبين خزائن مصر وبين يذل مع شعب الله. فدي كانت مقارنه بين ميزانيه مصر وبين ان يذل مع شعب الله. لكن الكتاب بيتكلم حاسبا عار المسيح غنى افضل من كل خزائن مصر. ده انسان عاوز يعيش في الغنى، الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي. بعض واحد من العيله عندنا غني كتير خالص جوي. ومرات كتيرة أبص لاجيه مش جاي هنا. ومرات لما نقعد مع بعض شوية يقول لي يا ابني صديق مش جاي هنا. أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. مرة قلت له عمه لو ال كتبوا لك كل البلد اسمك وخسرت نفسك، وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الغنى مش الفلوس. موسى كان معاه خمسه دكتوراه. دكتوراه في التحنيط، دكتوراه في الفلك، دكتوراه في العلوم الوراثيه، دكتوراه في العلوم كعلوم، دكتوراه في الزراعه، خمسه دكتوراه.
وخريج جامعه اكسفورد او جامعه تورونتو، خريج جامعه نيس، اللي كانت في الوقت ده هي الحضاره اللي على مستوى العالم. فواحد معاه كل الامكانيات اللي تتخيلوها نمت، ورب يرضى علشان يكون شعب تعبان غليظ الرقبه. وعاوزكم تتخيلوا لما رب دعاه وقال له انا معاك وانت بعت الغالي كله، الغالي كله، كل خزائن ارض مصر، بعت هديه، انا مش هسيبك يا حبيبي. عارفين لما ال 40 سنه اللي ضاع في الغالي كان بيعت فيها ايه؟ شرب المنجع، لكن الرب اداله احلى حاجه فيه، اداله يتمتع بالسحابه اللي بتمشي، الميه اللي بيبعتها له، الاكل اللي بعته يومي، المن والسلوى. ويوم العبور، اليوم المحدد لهلاك شعب الله، كان يوم انتصار ابراهيم. صرخ موسى احنا طلعنا في القرية علشان نموت، الدنيا خدت والشعب عمال ينصخ والدنيا عماله تصرخ. انا ما شفتش الرب عامل معاك ليه قبل كده؟ ما تهدي شويه عليا. اعمل ايه يا سيدي؟ قال له اضرب الارض. لما تيجي بالسلام عندنا في شرم الشيخ والغردقة اسمه بحر صوف او البحر الاحمر. دي أكبر منطقة في العالم فيها شعب مرجانية. شعب مرجانية منظرها رائع، دي اللي عاملة زي الأرض الجديدة بس كلها حجارة تعور، شكلها حلو بس تعور تجارة حلوة. الرب أول ما اتضربت بالعصاية المدخل دوت، الرب جاب لودر حفار زاح الشعب المرجانية عشان رجلين أولاد الرب ما تتحورش. وعمل صوم من هنا وصوم من هنا، وقال للشعب انزلوا، انا اهتم بيكم زمان، كنت ببعت لكم ملايين جالونات الميه يوميا. على فكره جابوا ناس من العلماء من المانيا، الشعب يتراوح من 2 مليون ل 3 مليون علشان يعدوا في الوقت ده المساحه 5 كيلو مربع، 5 كيلو عشان الشعب كله ينزل، اللي شايل ابنه واللي شايل امه واللي شايل تيتا واللي شايل ابوها واللي شايلين مع بعض كله، غير كده بس شايلين كمان عفشهم ودنيتهم والحياه بتاعتهم، ونزلوا في جنب بحر صوف. الرب اللي اهتم بيه ده كله يسيبك. اليوم المحدد لهلاك شعب الله، اليوم اللي فرعون كان عمال يجري وعاوز يموتهم خير الأمة. واعتقد ان دول روح قدس بيتكلم عليهم. اليوم المحدد لهلاكك ده يوم انتصار اليوم اللي ابليس صنع علشان يدمر حياتك، اللي هيكون من البركه والاستخدام والمجد ليك. اليوم اللي هيكون فيه رفع رايه الانتصار على مواقع الهزيمه ليك. اليوم اللي ابليس بيقول انا هنا، ابليس هينداس تحت الاقدام باسم يسوع حياتك. وهنعدي. لا ده المدهش المدهش. خلينا ندور على فرعون وهنلاقيهم فين؟ ها؟ اسمح لي تطلع فين؟ غيرك خلاص. انا بشكرك يا رب، انا بشكرك. اللي بيدور على خير صدقوني مش في الفلوس. مش هو، انا فاكر موقف حصل معايا مع الاولاد في السنة، انا مش نسيت، يمكن بعد شويه اشوف المدينه السوسانه. والكلام سهل لكن لما تشوفوها كفيديو مبسط هتعرف الوضع عامل ايه. عندنا ولد في السوسانه اسمه كارل. الولد ده عنده ذوق شويه يعني، واحنا كبرنا. الولد جالي كل ما يشوف بابا هساعد معاك، فكان داخلين على دخول مدارس زي كده ونزلنا علشان نجيب شويه طلبات للاولاد بتاعت الدار عندنا وادوات مدرسيه وحاجات زي كده. جالي بس اعمل لك ايه؟ وانا راجع تجيب لي كي اف سي. هو شويه كده طب حبيبي اجيب لك كي اف سي. نزلنا مع بعض، واحنا في الوقت فعلا مصير في المدارس في المدرسه المدارس بتاعتهم، وبعد كده نزلنا اشتري بقى الطلبات، وبعدين بدور العربيه مروح على المكان. بابا نعم ما جبتليش كي اف سي للاسف حبيبي تعالى. رجعت تاني رحت علشان كنتاكي اشتري اللي هو عاوزه. وقفت قدام الراجل الكاشير وقلت له ورق كده بطلوا على الفلوس عشان ادفع، والفلوس كانت خلصت. فهو معايا مستني يطلع من قدام المكان بالواجهه بتاعته. فقلت له حبيبي يا جماعه، مش ممكن ابص في العربيه دي واحده؟
انت معكش فلوس يا بابا بتاع حلو ومعادي. وخدت العربيه قدام مكان نزلت ادور دايما بسيب شويه حاجات كده. لقيت الفلوس الموجوده مش هتكفي فكر حد جيب حاجات كده. الفلوس مفيش. فبصيت كده بابا يعني مش هاكل كنتاكي؟ حاجه سأل فلوس بعد كده يعني جاي جو للبابا ما قدرتش قبل ما اتحرك حوش مرة حكيت كده علشان اجيب له طلب شكله وحش جاب قدام الولد وانا وعدته. لكن رفعت جنبه قلت له ابويا انت مش هيهون عليك وبتحرك وبوقت العربيه اروح اجيب من بيتنا اجيب من اي مكان خير كتير مش وانا ماشي بالعربيه هطلع من المكان اللي لقيت واحد بيرن عليا قسيس انت فين؟ قلت له طلباتك عاوز ايه؟ جاني متاسف انا جايب 27 وجبه كنتاكي واديهم الدار انا فوق وبعدين العربيه معايا تاكسي التاكسي هنزل اتعب معلش يا رب الراجل مني اخد قلت له انا في حته في ثانيه جامعه عايز اقول لك الغنى محتاج غنى الولد مروح هو فرحان كان هو اخواته لان يا رب يعرف يحترم كويس هيشبع كويس بيع الغالي بيع اللي جواك بس اتمسك بالله مؤمن بيسعى عنده هدف يعيش في غنى مش غنى العالم واحد تاني كل هدفه اني يعيش في رضا الرب قال له انزل على مكتب التذاكر بتاع السكه الحديد مثلا او الاتوبيس مثلا او عاوز يا رب قال له انزل اشتري تيكت راح بتاع مكتب التذاكر انا عاوز تيكت فالراجل بتاع المكتب بيقول له فين؟ ومش عارف يقول بتاع التذاكر انا عاوز تيكت قال له اصل الرب قال لي اذهب حيث لا تعمل انا مش عارف اروح فين انا رايح منين ما يوديني يوديني بس كل هدفه يعيش في الرب الرب قال لابراهيم اقول لك اسما ما كانش عنده اسم الرب قال له هو اسم وقال له اسم عظيم قدامه الاسم يعني 318 عبد الرب حطه في الخط المظبوط البرنامج المظبوط قال روح للارض التي اريك عاوز ايه قال له عندي هدف ما تحسبهاش كتير جاوب كل رب ساعدني ان نكون في الهدف عندنا ابن اخوه ضيع الهدف واختار لوط لنفسه أرض سدوم وعمورة أرض صقر أرض حلوة فيها خير وخد سدوم وعمورة الأرض اللي هو بيدور عليها في لوقا 17-28 لوط أعطى نفسه للعالم فبقى عنده غنى وفلوس على فكرة ربنا كان حط العمدة أو كان مختار العمدة يعني باب المدينة لوقا باب المدينة دايما العمدة فكان قاعد عامل نفسه عمدة ولا راح فينا بيت يا مدينة بيت راح فينا عامل نفسه عمدة البيت واشتغل على العمر وكان يعذب نفس البار بالمناظر كان في مسكين موجود والقضايا موجود والعالم موجود يعذب نفس البار لانه اختار لنفسه النتيجه كانت ايه؟ فقد زوجته فقد بناته الاثنين وبنات الاثنين خلفوا مين ممكن فيما نذكره وجابوا ولدين ملعونين مؤاب وعمون والكتاب لما اتكلم قال لا مؤابي ولا عموني في جماعه الله لان الناس ملعين ملعونين وفقد شهادته وفقد كراسته وفقد نهايته لان اختار نفسه واحد عاوز يعيش في رضا الرب واحد عاوز يعيش لنفسه وده فرق بين الاثنين والنهارده من سعيد يا رب اني اعيش في مش عاوز اعيش حياه بدل تاني يا رب في الدنيا لف الرضا مؤمن تاني لي هدف اني اعيش في شركه معاه ولد عجيب جميل هدفني ووصلني فاكرين الريموت كنترول اللي اتكلمنا عليه في اول خدمه لازم يكون في حاجتين شح وهدف لو الريموت مش مشهور البطاريه الصغيره خالص دي اللي الريموت كنترول مش شغاله مش هيشتغل لو مش مشهور مش هيشتغل
ولو ما عملتش كده بهدف ان انا بفتح الستاره بفتح التكييف بفتح العربيه مش هيحصل. انت كمؤمن لازم يكون لك هدف. دانيال كان عنده هدف، شغله كبير وبيصلي ان يكون ليه هدف. يا ولاد الرب انا بسال سؤال، ايه الهدف بتاعك؟ وبعد شويه هيحدد لينا الرب الاهداف بتاعتنا. سمع ان في مشكله، واي حد يصلي خير للماء لربنا في الوقت ده هنحطه جنب الاصول. يلعب العظيم عليه وفتح القوه بتاعته. ده تحدي يعجبني هو انا مؤمنين بنسخه التحدي. هناخدك ونرميك اعمل اللي بتعملوه. جاب ليها الفتيه الثلاثه وقفوا قدام الملك نبوخذ نصر وقالوا له يا نبوخذ نصر لا ينسانا ان نجيبك على هذا الامر. احنا مش هنعبد ليك، احنا لينا اله بنعرفه يعني بنعبده. نبوخذ نصر اتجنن منهم وراح ليهم. لما اترمى اتجنن مره ثانيه. رميك كم واحد؟ اربعه ثلاثه. طب انا شايف اربعه. طب لما طلع طلع ثلاثه ولا اربعه؟ لا مش طلع. طب وضربه فين؟ هنا جو مستنينا انا او كان مستنينا انا. كان مستنيك كل حاجه في مشكله. طلعوا مستنينا هو طلع طبعا وضربه فوق. لكن لما طلع طلع ثلاثه وكان رب بيقول اي حد يخطط حاجه انا موجود عشان مش هيحصل له حاجه. اي حاجه عنده رساله انا هحميه. مش هيحصل له حاجه. هو بيتغطي في الدم وبيتغطي في الاسم العظيم. محدش هيقدر عليه. جب الاسود على فكره جب الاسود مش زي حديقه الحيوانات، مش قفص. ده كان مكان تحت الارض والتقليد والتلميذ الاثنين بيحكوا عن جب الاسود اللي كان حفره كبيره تحت الارض. ويقال من خلال التقليد اليهودي ان كان في حوالي 10,000 اسد. عاوزكم تتخيلوا 10,000 اسد ما يقدرش ياكل ولا واحد. طب لما يترمي بعدين حفره كبيره في الارض وراحوا شايلين دانيال لانه تحدى القوانين الملكيه ان الملك يحبه. لكن الناس عملوها خطه كده وبوظوا الشغل بتاعه وراحوا مسكوا دانيال ومن فوق هيلا هوب هيلا امي ورموه من فوق. انا بتخيل وهو نازل من فوق يتخيل مع بعض المسرح قبل ما يوصل عند النجفتين شعر بالجاذبيه الارضيه ورجع يقول في الزمن. والاسود عمال يبص عليه انزلنا انزلنا انزلنا. فضل يتشعر في الارض. بص دانيال يا ربنا بعت لك يقول الله ارسل مش عارف بقى اكيد شاف الرؤيه الحلوه دي. ارسل ملائكه وعمل ايه؟ وسد افواه المسلمين. فقبل ما ينزل من فوق الملاك دي كممته عمل كمامه على افواه. بعد ما خلص واحد جاي الكلام ده مش كلامي. واحد جاي لك ربنا علشان ما ينزلش يتخبط في مشوار طويل من فوق بتاعه ويتكسر ويحصل له تمسك في الاربطه ومشكله في الركبه. جم مجموعه اسود ناموا كده واحد على نفسه مخبأ ونزل عليه كده. ونتمشى مع بعض كده ونتفسح مع بعض ليله وفجر الصبح بدري وصوت المسيح. يا دنيا الهك اللي بتقعد يقول عشان هجمنا على السؤال ده قدر يجيك. السؤال ده يجيك إله اللي تعطي من يجيك يقول يا بويا بويا زي ما تقول إله اللي تعطي من يجيك. واحد عاوز يعيش في شركة مع الرب. الأولاد عاوز يعيش في غناء الرب متع أحلى غنى أفضل من كل خزائن مصر. موسى دي رسالة وعاوز يعيش في رضا الرب. ربنا اديله باحلى وقت. دانيال عاوز يعيش يرضي الرب بعيد عن المشاكل بعيد عن الدمار بيصدق ان الرب مش هيسيبه. الرب اديله
وكل سرعة نتيجة الوقت واحد عاوز يعيش في سماء ده خالص. كان زمان في واحد عندنا في مصر بتشتغل سيادتك انا بشتغل وبصلح الساعات. دلوقتي الساعة بتبوظ بيومها. تشتغل ساعات قال انا بشتغل بنتظر وما تشوفوا اللي كان شغل اضافية ان انا بصلح ساعات علشان يعني اعيش انا وحياتي. لكن انا شغلتي الاساسية ان انا منتظر. الرسول بولس كان كده. كان ليه هدف في حياته انه يخدم ربنا لغايه اخر وقت في عمره وفي الاخر مطمن انه هيعيش في سلام. زائد الاعدام لكنه في سلام. راجل ليه الامكانيات الجباره، الرسول بولس ده ما كانش واحد عادي. وده شغل رب رائع، نجيب واحد زي بولس الرسول المتعلم، نجيب زي واحد زي بولس غير متعلم. نجيب واحد عبد زي الخس الاسود زي الخس الحبشي. ونجيب واحد ابيض زي بولس الرسول. نجيب واحد متعلم دكتور زي لوجر، ونجيب واحد تاني ما فيش. شغل شغل رائع، بيعمل كوكتيل رائع من ولاده الحلوين. رسول بولس الراجل المتعلم اللي عنده شهادات قد كده. مره الشباب اتعود في الكنيسه ضحكوا عليا. بابا احنا عايزين نعمل لك حفله تشوفين. قلت لهم انا مش كده خلاص كده. تيجي تقول له عمل دعاه واتكلم مع عمل السي سافر وابويا صدقوني ما كانش عندي علم. وعمل كل قصه بقى عمل لي حفله لليومين اللي فاتت مش عارف كام سنه فاتت. واتكلم مع الله اتفقوا معاها الثانيه اللي يملكها. واتفقوا على خمس شهادات اللي موجوده في البيت شهادات ما اعرفش ايه. وبصيت لقيت وانا داخل حاطين كده في الاخر خالص وعامل موقف دخول وماشيين كده انا من الاخر بصيت لقيت ناس داخله الله الشهادات دي جابوها منين؟ بتاع تاني حطوها منين؟ جابوها منين؟ وطلعوا عاملين موسيقى كده جايه عاملين موقف دخول تاني وطالعين جايب الشهادات الحمضانه جايه الحمضانه تاني شهادات الخربانه وحط شويه شهادات كده على المنبر بس كان في سمعه على المنبر. واحترم طلعت بمنتهى البركه كده ورحت حطيت كل الشهادات دي عند الصليب. قلت وتوم وجوده وحده رب العالمين. شهادات ايه؟ ده اللي عمله الرسول خالص. شهادات ايه وعلم ايه اللي بتدور عليه؟ وقال كده في يوم من الايام الان اسكب سكيبا. الحفلة دي دول اللي كانت الآية دي عليها شغل كبير خالص. الآن أسكب سكيبا وقت انحلالي قد حضر. دي عارفين يعني إيه أسكب سكيبا؟ يعني أنا رايح حفلة. واحد هيموت بس بيقول له رايح حفلة. رايح حفلة أعدامك بس بيقول أنا رايح حفلة. والكلام ده لو عملنا مقارنة اذكر لما تروح البيت تطلع سيف العدد صح 15 وما احتمالش. نعمل مقارنه ما بين السكيب اللي بيتكلم عليه الرسول بولس وبين الحفله اللي بتتعمل واحد رايح حفله اللي موجوده سيف العدد صح 1 صح 15 وما احتمالش. وهو رايح حفله لازم ياخد معاه ثلاث حاجات. واحد ياخد معاه سريحه، اثنين ياخد معاه تقدمه دقيق ملتوته بالزيت، ثلاثه ياخد سكين، ثلاثه ياخد معاه سكين المسح. ده واحد. وده اللي عمله الرسول بولس. واحد خد ذبيحه اللي حافظ معايا يقولها له روميا واحد روميا 12 واحد قدموا اجسام ذبيحه حي مقدس مرضية مقدسة عبادتكم العقلية. يعني واحد اثنين كده دكتور جايب المريض منايم على الترابيزة وشغال فيه بيقدم حياته ذبيحة. قدم حياته ذبيحة بالكامل على مذبح التقديس. الحاجة الثانية لازم ياخد معاه تقدمة دقيق ملتوتة بالزيت. تقدمة دقيق خضار النفوس اللي واخدهم معاه. وعلى فكره لغايه اخر لحظه كانت امنيه عند الرسول بولس اني امنيه
كان هو في يوم من الايام راح روما، وراح روما زي الشباب بتاعتنا اللي نفسهم يسافروا اوروبا، راح روما بس وكل حاجه كان عنده خطه، بس عارف ان روما دي منطقه الاعداد الاخيره او المرحله الاخيره بالنسبه لي. وراح روما نفسه يروح، لكن راح مقيد. حد منكم راح السجن بتاع بولس الرسول في روما؟ لو نزلتوا ترانزيت في اي وقت بتنزلوا تشوفوه، عباره عن نص دايره، ونص دايره في النص كده في حجر مرتفع عن الارض يمكن بارتفاع متر واحد، والحجر ده حوالي 30 سم. هنا مكان الكلبشات، هنا مكان الكلبشات هو دماغه في النص، لدرجه ان مكان الحجر متاكل سنتين يعني. والمكان ده سوري المكان ده بقى جنب المايه، وده دلوقتي في ميه طالعه من الارض لانها ارض بتنشح ميه. النظام هتحصل يعني شغل البحر. النظام سنتين. والسنه فيها كام يوم؟ يلا كام يوم؟ 365. وكل يوم كل يوم كل يوم يغيروا ست ساعات، ست عساكر، ما ينفعش ينزلوا نهار يجيبوها ويجيب عساكر. علشان ما يكونش فيه علاقة بين السجين والسجين. نحسبهم مع بعض. لا حد طلع تكريت ولا يحسب. لا. لا. 17000 لا. لا. يلا. في سنة 365 يوم؟ في سنة عليك طب عليك ست ست ساعات كل في اليوم في 24 ساعة بيدوروا أسعدت 24 ساعة كل 24 ساعة بيدوروا ست ساعات خلاص اللي مش مشكله 4800 عسكري بس انا بس اللي عارفه اللي لسه يعني جاي 4800 عسكري جاي في اسبوع ست عساكر في اليوم في سنتين 365 4800 عسكري. انا بقصد ايه بالكلام ده؟ ولا مره رسول بولس راح عشان يقضي قيصر لكن قال ويسلم عليكم القديسين الموجودين في بيت قيصر. جو منين؟ ما هم دول جو حتى في السجن. جو منين؟ واحد في السجن راح في الاعدام وشغال هذا هدف. واحد مش همه دنيته ومش همه نفسه، مهمه انه يخدم الرب بس اخذ نفس في عمره. ويسلم عليكم القديسين الموجودين في بيت قيصر. لا ده الكتاب لما بيتكلم مش بيقول تقليل دقيق. على فكره المايه اللي عليها كانت بتطلع من الارض دي ما كانش حرب، كان العساكر بعد ما يسلم عليهم مسيح حكم مع بعضهم في المكان ده. اطلع وهات تاني يوم، وهات تاني هوب اطلع تاني يوم هوب اطلع كل يوم دخل على الناس تاني. شغال مؤمن حامل بقدر الله، مؤمن حامل بسلطان الله بقوه الله، مؤمن عنده هدف المسيح فيه، مؤمن عنده هدف. ولما الكتاب قال تقديم الدقيق ملتوته بسيد ما تنفعش الخدمه بدون المسحه. تزعلوا مني؟ انا معايا بكره في وسطكم. تزعلوا مني مصطلح عند بحر المحبه قدس الروح القدس. لازم الخدمه تكون ملتوته بسيد، يعني لازم تكون خدمه ممسوحه. يا ولاد الرب انا بتكلم عن النقطة ده. الخدمة مش مجرد شو، مش مجرد عرض. الخدمة ليها ثمن. الخدمة ليها هدف. الخدمة لازم تكون خدمة ممسوحة. الخدمة معناها عطاء بلا حدود. الخدمة
معناها واحد حاطط جرده على كفه ونازل يخدم. وهو بيخدم ما ينفعش يخدم بدون مسعى. عشان كده وانت نازله تخدمي وانت نازل تخدم قول له تعالى بمسك قوتك وروحك القدوس عليا. اشكرك ان انا مستني المسحه دي اللي هتغير الدنيا وهتغير الاتجاه. يبقى تقليل الدقيق ملتوته بزيت فيها المسحه. نمره ثلاثه لازم اخد معايا خمر سكين. والخمر السكين الان اسكت سكين. وقت الحلاقه حضر اسكت سكين دي مش كلمه بتتقال. حد يعرف البنوته اللي سمعناها دي من عروسه حلوه كانت عروسه بنوته زمان لما راح عند الرب يسوع سكت ايه؟ سكت مسحت دموعها مشعلها دموعها. انا عاوز اسمع الكلمه دي كسرت. كله كنت صح على فكره بس كلمه كسرت كسرت كسرتها على فكره دي حاجه ما كانتش رخيصه. انت عايز العروسه كانت بتجيب هديه لعريسها وتقدمها له من الصبحيه. والهديه دي كانت قانون ستين. في البيت بحسب امكانياتها بتجيب هديه لعريسها وتديها له من الصبحيه. بحسب القانون دي. والهديه اللي جابتها الست دي كان ثمنها اول ما حوالي 300 جنيه. اجرت العامل اليهودي في اليوم دينار. بس الست ما استفادتش. معاك مش عندنا. لو قلت كده هنا بقى خلاص شمس ما عندناش حاجه من ده. الست نص درجة علينا يبقى قلت الست مش كمان وجودها ب 600 يوم. الكتاب بيقول مش فتحتها وكتبتها وبس ده بيقول كناس بس كده. ازاي كان بقى فين؟ ده الدراما السنه بتاع فلوس. الكتاب لما بيقول كسرت القانون دي لكن السبب بضحك بالغير بضحك بهذه الصبحية. بس هي اتكتب هذه الصبحية عريس اللي استحقها وهي تجيب الهدية ديت ودموع في عينيها وراح كده عند رجلين ومسحت رجلين بعد ما غسلت مسحت رجلي بشعرها. لما الكتاب يكون سكنت او كسرت معناها قصص اسكت خلت كام في المية مردودة ليها؟ 1%، 5%، قولوا 10% 0% 0% ده ايوه. ما انا اسكت سكينا انا مش عاوز حاجه من الدنيا خالص. أنا عندي شهادة، أنا عندي رسالة، أنا مش حاسس حاجة أبدا من الدنيا. أقنعت السعر، حفظت الإيمان. لما اتعلمت دروس دي الغالي رخص بالنسبة لي. خدوني تحت في مسجد معين تحت الأرض 28 ساعة. كسروا لي رجلي دي حطوا حجر وانا نايم في الارض وكسرين رجلي بحديد. وبعد كده جابوا حجر تاني حاطين بالركبه اللي اشتشوها. العيله بتدور عليا 28 ساعه ناس جايه بتحطها في الحط وقفوا العربيه اللي عليها مركونه وخدوه وطلعوا بيه في الحته الفلانيه. العيله بتاعتي وعمي واخويا وابويا اتصلوا بالبوليس وقال لك ممكن يكون في حته فنزل ما لهمش حاجه لان المكان في مكان هنا كده زي كده للصلاه تتشال المنبر دوت تحتيه في محكمه تحت الارض فوق في حص وفي فرش لكن انا كنت تحت الارض. بعد ما كسر رجلي في تقصر من الالمس في بلاستر على ممكن لما شاف بلاستر بيقول لي امضي علشان اخد مقر الرجاء ده بتاعنا. قلت لهم كان كل شويه يفك البلاستر مع ابوي.
وقلت لهم اقطعوا هيا في المدينة. استربت كلمتين عشان حط ملح في بوكا حط على الناس ملح حسين سبع يا رب ربنا. بعد شوية بعد ما سوزوا حشيين وفين من هنا بعد شوية بعد ما الدنيا كل شوية بيقابلين عمالين يطلبوا طلباتهم. طب الدين عوار دي حرقوا لي المنطقة كلها حلو. كان يجيبوا حاجة كده نحاس يحطوها على النار بدل ما تحمر. عزيزي سحب عليا برضه ربنا. قلت له ليه ربنا تعمل فيها كده؟ بس عشان اتكلم في كلاستر. خدني في الفجر في حتة اللي هي في مكان عند القضاء دلوقتي اسمها المولى زي ما قلت المولى في الحج. الفجر قال خلاص خلص الاستاذ انتهى. شالوني وحضروني من فوق نزلت في النيل في حتة شوية زرع كده حجزوني. معدين شوية صيادين الساعة 6 الصبح. قال لك الولد ده ابن فلان بتاع اتصلوا بعمي. ابو مراتي تعالى بسرعة شوف الدنيا ماشية ازاي. الجدع ده تبعك اتصلوا بالاسعاف خدوني. تعذبت 28 ساعة عذاب. يزعل علي من الرجل ولا لا؟ من الاخر ساعة علي الرجل وزعلت منه قلت له بيخدم انا خدت البهدلة انا من كده كده. والله شجعني وكواني عملت لها محاضر وعملت مستشفيات ودنيا وعلاج. وبعد فتره طويله من الزمن 8 سنين تاني كنت بغني في كبريت في السويس وفي جانب الاجتماع كان في عدد كبير خالص وانا متعزي قوي بتكلم كده مع الله فاير ومولع من جوه. لقيت واحد وجد بيقول قسيس جوزيف اخلع الجزمه وشرب ناحيه الشمال. فانا على طول قلت للراجل ده انا جايينه. بعد كده ارفع بطنون الناحية دي قلت له ده فيوزين ضربين بالمخ او ثلاثة او اربعة وكلهم هم اربعة مش كده؟ ده بيتكلم وده بيتكلم في موقف صعب. طبعا حسيت ان الناس مجانين لما لقيت حسن شوشره في اجتماع وقلت له عليا هو انا ايه؟ هو واحد صاحبي اللي بيتكلم معايا اللي بيتكلم صاحبه معايا قلت له على المرة قلت له ايه مشكلة عارف في ايه؟ عملت كلام دوت توقف الشخص الزعيم بتاعه قال لي احنا اللي عملنا فيك كده. احنا اللي كسرنا لك رجلك وشفنا الضوافر وحاولنا هنا وحصلنا على كتاب مقدس بطريقه او باخرى هم حبوا زي الطريقه. كنا عمالين نحاول في الكتب المقدسه لكن فتحنا كان معانا كتاب صغير وكتاب كبير رمينا من الصغير حاولنا نظن الحاجات ودوسنا عليه وكفينا عليه ومسكنا الكتاب المقدس. اول ما فتحنا قلنا في دم هابيل يوسف وكنت بالاتجاه يعني ربنا اللي تيجي مننا. بعد شويه بدينا نجلب افتكرنا ايه توبيه وغيره وغيره لانهم كانوا مسكين الجانب الدموي في البارحه. بعد شويه بنجلب دخلنا المكه 27 هم كانوا كده. ده فوجئنا احنا بنجلب بس مش بندور كان ربنا حاطينه بالموقع ده. طلعنا لنا واحد من جوه الكتاب المقدس ولابس ابيض حاطط ليه كده علينا والدم نزل من الايدين زي كده كانهم دلوقتي على دماغنا احنا الاثنين راح مبوط فينا بس بتاع الملوفيه كده ونرد من جلال يسوع. على فكره من اعظم الابطال اللي بيخدموا معانا من اروع الابطال اللي لهم خدمه عظيمه دلوقتي. اذا كنت تعبت من الخدمه قول اديني كتفي شيء وساعدني يا رب. يا ترى بسال سؤال ايه هذا؟ لازم تحط هدف من الماضي. تقول كده بينك وبين الرب وتقول له انت عاوز تقول ايه يا رب؟ بالليل النهارده هنتكلم عن المؤمن المتحرر من بصمات ابليس. ابليس بيحط بصمات بتشفع علينا. ممكن يحط بصمه اعلان، بصمه عدم غفران، بصمات كتيره تسمعها. لكن اسال سؤال انت عاوز ايه يا رب؟ يا ترى رب اشعل جنبك انك تخدم وتخدم بطريقه مختلفه بس مش عارف؟ حتى اذا كنت مش عارف هو هيعرف الخريطه بتاعته كويس وهيعرفك انت دورك ايه وانت دورك ايه. انت عندك نار وشوف قلبك انك تصنع عمل للرب هيديك الجراءه الايمانيه انك تعمل كده. عندك رساله تقدر تقدمها قول ساعدني يا رب. غاندي انت عبهرت
يبقى اشعر بظلام عميق اللي رايح للموت. ونبي نوح ربط قال لك كون حارتي تقفل في التراب ورايح للتوت. وبولس الرسول قال جهاد من جهاد الايمان الحسن. عملت السبب حفظت الايمان واخيرا موت عليك من الباب. ورب يسوع كل المجد جاي العمل الذي اعطيتني قد اكملته. عندك رساله. وانا عندي ايمان ان رب جاي يغير الوضع. ويمكن بعد ما جاي هنشوف او دقيقتين ثلاثه هنشوف فيلم صغير باسم يسوع. عن رؤيه انا هجاوبها. انا مش هتكلم لان الكلام ده يعني هتسمعوه هتشوفوا اسماء ايه اللي بيحصل في مدينه يسوع السابق او ربنا عمل ايه. لكن أعوالي تسمعني ربنا حفظك حديث تبدأ تقول له أنا جاهز. تقول له افتح الطريق. تقول له ساعدني أنا أشتغل. بس أطلب المسح. أطلب المسح في الروح القدس. خروج أصحاح 30 وعدد 32-33. حد يعرف الإدارة اللي كانت في خدمة الاجتماع؟ المنارة. تقول له العهد. حول 9 مليون. ما قد خمس مليون. أصبح معك. وقلت المنافع. وكل هذا صحيح. بس بعد ما حطت عليها المسعى يجيب لي بعدين. هارون وولاده تسعة مليون. لما حطت عليهم المسعى منهم نسعى بعدين. يمكن يكون الخدمة. الخدمة العمر اللي فات كانت دور. اطلب مسحة روح قدس عشان النهارده تختلف في الجزء. قول له اديني المسحة اللي اعطيتيني. واسمك اللي عرفتيني. ممكن اعطي نشوف الجزء البسيط دوت. بعد كده هنصلي مع بعض. الفيديو مش موجود لكن موجود على ال هنخليه بعد لا موجود بعد بس ده عمل رب العظيم اللي رب Thank you.
حبيبتي مدينة بعد يوم هتعملي كده زي استنى بس باسل كان عندك ايه؟ كانسر. ايه؟ كانسر. فين؟ في الفك اليمين. الفك اتشال ولا لا؟ شكلك ايه دلوقتي؟ عملوا ايه هنا؟ ايه؟ مش حاجة. ما عملوش حاجة؟ اسمها عمل ايه؟ معجزة. معجزة ازاي؟ عمل معاك ايه؟ ده كان هيموت على فكرة. الله يجزاك يا ابن حجارة. أنا شفته هو بيموت. وشفته لما العيلة خدته ودته المستشفيات. وشفته لما صلى لنا هنا السنة اللي فاتت. وشفته النهاردة وهو واقف في وسطينا أنا فوجئت بيه. صدقوني فوجئت بيه. والنهاردة على المنبر. مين اللي شفاك يا باسم؟ مفيش مشكلة
يعجز الرب عن حلها ابدا. مفيش مرض يقدر يقف قدام الرب ابدا. مفيش امر يحصل عليه ولا يستحيل عليك الشيء. وانتوا جايين بالليل هنقوى كده اكتبوا فيها طلباتكم اللي انتوا عاوزينها من الرب، هنحط الطلبات دي هنصلي علشانها، وستاتي سحابه سماويه قوه الروح القدس، نيران الروح القدس تحرق كل شوائب، واسم يسوع هيتعظم بيكم وفيكم. مشاكلكم اللي جايين بيها الرب هيتمجد بصوره فوق الخيال. وانتم مروحين من هنا وهتتابعونا وتحكوا تقولوا قد ايه رب عظم اسمه بصوره مدهشه. انا بصدق ان في امر جديد السماء بتعمله. ان كنت تعبان احكي قدام الله كل اللي تعبك، قول اللي تعبك. اعلان فشل الطب بدايه يد الله المعجزيه. لما الطب يقول ما ينفعش، بتهيألي لو كنا جبنا باسم للدكتور القسيس عماد وشافه، شاف منظر خد الوالد، الدنيا كلها بايظه، ودوه المستشفيات جابوا كده ده خلاص انتهى، والكانسر عمال ياكل في جسمه، كان الفك اليمين كله مش هينفع في حاجة. وبعد الصلاة قوة سلطان اسم الرب يسوع يقيم طفل زي كده بأمور فائقة معجزية معايا. كل التقاليد الطبية بتاعت الناس دي، اللي كان مشلول واللي كان أعمى واللي كان تعبان واللي كان ما بيمشيش واللي كان ما بيتكلمش واللي كان عنده كانسر، في كنيسة مصلية يا ولاد الرب. لو شفتم هنا في الكنيسة خطاهم يرجعوا للرب إذا في حد بيصلي علشان الكنيسة. يا ولاد الرب لو شفتوا الناس بتتوب وبترجع في صلاة مرفوعة من أجل الكنيسة. ويا ولاد الرب لو شفتوا مرضى بيشفوا في صلاة مرفوعة من أجل الكنيسة. يا رب بالسلطان المعطى منك الآن أضع بين إيديك كل واحد وواحدة واقفين مكانهم قدامك، منتظرين قوة لمسة الروح القدس عليهم، حلول الروح القدس، سلطان الروح القدس. تعال يا رب بدد كل مرض على الجسد، شيل كل خطر على الجسد، شيل كل مشاكل على الجسد، ايا كانت نوع الامراض اللي موجوده. وبالمنها نعمل حاجه ما كناش بنعرف نعملها قبل كده. بالايمان لو الرجل وجعان بالايمان هتحرك، لو العين تعبان بالايمان هتتغسل بدمك وقوتك وسلطانك، لو الكلى تعبانه، لو في مرض في جسدي، ايا كان اسم المرض. كمان انا عاوز اصلي دلوقتي علشان حبايبنا اللي مش موجودين معانا وتعبانين، واختنا الدولة بصفه شخصيه. طب لو بيقدر يصلي في المستشفى دلوقتي؟ هو بتحب المسافات والحدود؟ ابدا. والسلطان المعطى لانك اوصل لبنتك. يلا انا شفت شكلها وابتسامتها ووضعها وحلاوتها، وقالت كان نفسها تكون معانا في المؤتمر. لكن كانت الظروف عطلتها او الناحيه الصحيه الطبيه. لكن احنا بنصدق فيك. قلنا يا ولد الرب نبعت سلطان وقوة الرب يسوع لوصولها المستشفى في سرير دلوقتي. يا رب واحدة منا وهي كانت متأثرة وجت كان نفسها أحضر الموت. لكن ما قدرتش تيجي علشان جسدها التعبان. أنت روح لها في مكانها. روح لها في السرير بتاعها. لأنها بسلامة تشعر بيها دلوقتي في مكانها. قوة تخرج منك الآن يا سيد لبنتك في مكانها. قوة تخرج منك الآن يا رب. أنت أدوناي، أنت السيد. أدوناي معناها السيد المتسلط في كل شيء. أدوناي معناها السيد اللي يقدر على كل شيء. أدوناي الإله العظيم القديم المقتدر بكل شيء. تعالوا بزيارة خاصة يا رب لكل حد فينا. قدس الزيت يا رب يكون بركة، لمسة، علاج، بلسم، الشفاء، الدواء لأي حد يدهن بيه باسمه كمال الدم يا رب يسوع. أعظمك. احنا في خطتك في مشيئتك. أنا بشكرك يا رب عشان المؤتمر ده.
انت اللي رتبته فعلا وظبطته فعلا. اشكرك عشان كل ثروه صارت المؤتمر دوت، اشكرك من اجل عملك اللي بيتم في المؤتمر دوت. انت ليك امور خفيه بتعملها في القلوب، ليك امور عظيمه بتعملها في القلوب الليله في اسمه كما لا يدور يسوع. اشكرك لاني بالايمان هنحكي عن اختبارات حصلت معانا، وبالايمان حسينا بكهرباء روح القدس اللي اختارت اجسادنا، وبالايمان نعلن انك انت يسوع امس واليوم الى الابد في اسم المسيح. امين.